الدولي، حيث يلتقي الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي بمقر منظمة الأمم المتحدة. قول الأمين العام أنطونيو غوتيريس، ومن المزمع أن يتم التطرق للوضع في المنطقة وإعادة بعث الاستفتاء على حق تقرير المصير. وليد زحف. تصميما على تحقيق الشعب الصحراوي لتقرير مصيره، يواصل الزعيم إبراهيم غالي التزامه بدعم جهود الجمهورية العربية الصحراوية بكسب التأييد الدولي، فمن جولات القارة الإفريقية إلى مدينة نيويورك ولقاء الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لإعادة بعث الاستفتاء على حق تقرير المصير. لم يبقى أمامنا إلا أن نوضح يعني كل شيء على طاولة وفي قبيحة النهار، وننقل رسالة فحواها أنه من الآن فصاعدا لن نقبل أي شيء إلا أن تلتزم الأمم المتحدة ويلتزم المجتمع الدولي بتحديد موعد واضح جلي للاستفتاء. لقاء إبراهيم غالي بالأمين العام للأمم المتحدة يكون قد سبق به كامل المغالطات المغربية ليدخل المعركة الدبلوماسية ويضع كامل أوراقه على الطاولة، لا سيما فيما يتعلق بالمبعوث الأممي الجديد الذي يحاول المغرب التأثير عليه بمخططاته المتعمدة. المغرب هاجم الأمم المتحدة، الأمين العام هاجم روس لممثل خاص، وليس هناك من يمكن أن يوصل رسالة الإجابة الشعبية والدولة الصحراوية إلى العمل أكثر من الرئيس مباشرة. وبالتالي الأمين العام للأمم المتحدة بالحقائق الموجودة على الأرض والحقائق التي يجب أن تكون. تعامل إبراهيم غالي لأول مرة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس وعرضه لملف بلاده بطريقة مباشرة قبل كولسة نظام المخزن وتزييفه للوقائع يكون خطوة حاسمة نحو تقرير المصير ونيل الاستقلال وصفعة لنظام المخزن.